هناك يعني يجري الحديث عن مبادرة لربما تطلقها السعودية لجمع كافة الأطياف، يعني مصادر إعلامية تتحدث عن ذلك، ما صحة ذلك؟ صحيح، هناك جهود تبذلها المملكة العربية السعودية أخيرا، أظن يتبناها الأمير خالد بن سلمان وجهاز المخابرات السعودي واللجنة الخاصة، وتواصلوا مع الكل، حتى أنا شخصيا من تواصلوا معي أنهم بحاجة إلى جمع كل الفرقاء الذين كانوا يوما في صف التحالف السعودي الإماراتي، وأنهم يعني بصدد يعني تصحيح المسار، ودعوا الكثير، البعض استجاب، حتى الوالد صالح الجبواني وزير النقل المستقيل والذي لم تقبل استقالته من رئيسه الآن، يعني أتي له بطائرة خاصة إلى مطار سيئون وأقلعت به إلى الرياض، وكثير من الوزراء وكثير من القادة. أنا شخصيا يعني أتكلم عن نفسي، طرحت شرط واضح وهو خروج الإمارات تماما من المشهد، لأنها يعني أصبحت عدو واضح من الشعب اليمني ولا نستطيع أن نتقبلها مطلقا، وخروج القوات السعودية من المهرة وتسليم كل المنافذ والمطارات والموانئ اليمنية للسلطة الشرعية اليمنية. بعد ذلك أي حديث عن حوارات عن لقاءات. طيب بالنسبة لهذا الموضوع، ما هي ملامح الرؤية السعودية في هذا الاتجاه؟ يعني السعودية ترى أنها هي الخاسر الأكبر من أي خلافات تحدث يعني في هذه المرحلة التي لم تحسم يعني معركة الحوثي فيها بعد، وهي خطر، يعني خطر على الأمن القومي حقيقة، على المملكة العربية السعودية. لكن لماذا لا تخطو خطوة في الطريق الصحيح في حلحلة هذا الوضع الموجود في اليمن، في عادة الرئيس، عادة الحكومة، عادة السلطة الشرعية إلى عدن، هي ملزمة في ذلك، وتسليم كل المرافق الحكومية والموانئ والمطارات والمنافذ وتقييم الدولة ومؤسساتها، هذا هو السبيل الوحيد، ليس هناك أي سبيل الانتصار على جماعة الحوثي إلا بقيام مؤسسات الدولة. طالما السعودية تجري وراء الإمارات في هذه تنشاء الميليشيات هنا وهناك، ميليشيات طارق هنا، ميليشيات الانتقالي هنا، حلول ترقيعات، ولن ينتصر التحالف ولا الشرعية ولا السعودية عن الحوثي، بل هو المنتصر وهو المستفيد من هذا كله. نعم سيد الحسني، يعني لو تعطينا معلومات أكثر عن هذه المبادرة، هل جرى الحديث مثلا معكم عن موعدها، عن مكانها، يعني الأمور اللوجستية؟ يعني هو من تاريخ 10 بدأت اللقاءات هناك، وانطلق وفد كبير من المجلس الانتقالي، خرجوا من اليمن ومن أبوظبي، وحتى فيهم أناس كانوا ممنوعين من دخول المملكة العربية السعودية، مثل هاني بن بريك الإرهابي المتشدد المتهم بقتل الدعاة والأئمة، والذي يعتبره اليمنيون يعني رجل متورط في الدماء، وحتى المملكة العربية السعودية تشعر بحرج أنها تتعامل معه، لكن إذا وصل بهم الأمر أن استدعوا هذا الرجل الدموي، يعني لا يدل ذلك على أنهم يخطون خطوات متقدمة، ودعوا أناس يعني كانوا معارضين لهم بالوضوح، مثل صالح الجبواني الذي تكلم بالعلن وبالإعلام رسميا عن أن السعودية والإمارات خرجت عن الخط الصحيح عن عاصمة الحزم وعاصمة اليوم هو في الرياض، وكثير من قيادات المقاومة الجنوبية أيضا ذهبوا إلى الرياض.